نفسي أن تفهم أمتي، أن يفهم إخواني وأحبابي أيها الإخوة وآبائي، أن يفهموا ما يقرؤونه كل يوم عشرات المرات، والواضح أن يعني القليل منهم يفهمونه، أن الله ليس ربنا وحدنا، الله مش رب المسلمين، مش رب المؤمنين، اسمه رب العالمين لا إله إلا هو. ربوبية الله للعالمين، للناس أجمعين أيها الإخوة، لأنه خلقهم وكرمهم ورزقهم وأعطاهم وابتلاهم، هو حر أيها الإخوة، وهم أحرار، هو حر في أن جعلهم أحراراً. حسابهم ليس إلى محمد، فضلاً أن يكون إليك وإلي، مش الله قال هيك يا محمد؟ ها؟ وما من حسابهم عليك من شيء، قال له حسابهم مش إليك يا محمد، أنا المحاسب، أنا الحسيب والرقيب. محلاً يكون حسابهم إيه للكهنوت عاد، للمرجع الشيعي، للشيخ السني، للحخام اليهودي، للبوب تبع الفاتيكان، لا 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 لا، حسابهم مش إلكم، حسابهم إلى الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالشأن الدين الروحي. كل إنسان حر أن يختار دينه واعتقاده ذهابا ورجعة كما شاء، ما تتدخلوش، لأن الله عند حدود الباطن أزال الحدود، ما تقدرش ما يقدرش واحد يصيد النية صح؟ إذا واحد يصيد الرأس كالقناصين الآن هنا وهناك، تصيد الرأس مباشرة، تصيد القلب، الفؤاد، الكبد، تقتله في لحظة، تقدر تصيد نيته؟ ليه؟ لأن الله في الظاهر خلق لنا حدوداً، من هنا إمكانية إيه أن نصطاد أيها الإخوة، وأن ننزف وأن ننزف ثم نموت، لنا حدود إحنا، الجسم هذا، القربة هذه البشرية هذه، قربة الجلد هذه عندها حدود، وفيها كمية دم محدودة، لذلك ينزف الدم يموت الإنسان. في الباطن ملناش حدود، عالم فسيح لا متناهي، يحكي قبص الله تبارك وتعالى نفخت فيه من روحي، ولا تقدر تصدني، وروح جيب أعظم أجهزة إيه؟ الرصد والليزر، لا تستطيع أن تصطاد النية، لأن براحها، مساحتها التي تسبح فيها، فضاءها أيها الإخوة، لا متناهي بإذن الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك لو عاش الإنسان مش ألف سنة، مليار سنة، مئة مليار سنة، يبقى يتعلم ولا يتعلم؟ يبقى باستمرار يتعلم ويزداد ويحب أن يعرف، ويبقى دائما الإنسان الذي هو إنسان الظمآن للمعرفة، الظمآن للحقيقة، الملتزم بالبحث عن الحقيقة، دائما يبدأ إيه؟ يبحث ويبحث ويبحث. ليه طيب؟ لأنه هذا العالم لا نهائي في الداخل، لا إله إلا الله. من هنا في نهاية المطاف أنا أقول لكم، الإنسان حين يكون واعياً بذاته لا يشبعه ولا يقنعه ولا يرضيه إلا ماذا؟ إلا أن يتصل حبله بالله لا إله إلا هو. ما في شيء، لا يمكن والله العظيم أن تشبع هذه الجوعة في فضائك الوجداني الروحاني الداخلي كل سلطات الدنيا، خليك مش ملك على بلدتك الصغيرة، على العالم، ما ينفعش. لذلك القادة الكبار أحياناً حين كانوا يبلغون آخر مراحل فتوحاتهم كانوا يحبطون، ما فيش عالم آخر يفتح يقولوا خلاص انتهى، انتهى، ما يكفيش، العالم ما يكفي. ليه؟ لأنه هو سلك الطريق الخاطئ، اللي بيحتاجوا المليارات. تسمع طبعاً هذه أشياء تصدع، أشياء تصدع، وأحيانا أشياء تبلد، الإنسان بحاول يفكر فيها، تقول عنده 20 مليار، ما تحاولش تفكر فيها من أصله أصلاً أنت، يعني شو 20 مليار؟ ما تفككهاش أنت الأرقام وكذا، يعني 20 ألف مليون، والمليون ألف ألف، والألف ما أحسن لك، ما تبلد أمام أحسن لك، 20 مليار، كررها دون إيه أن تفكر، و70 مليار، وبكتفوش، شو 70؟ بدنا أكثر كمان، عجيب. طب لو أعطينا إيه؟ مفاتح كنوز الأرض، والله لن يكتفي الإنسان، تعرفوا ليه؟ التفسير السلبي له لأنه طماع وملعون وحقير وكذا بشبعش، لا لا لا، التفسير الإيجابي لأن الله خلقه لا يشبعه إلا الله، وأن إلى ربك المنتهى. ما لم يصل إلى الله لن يشبع، لا من مال، لا من علم، لا من شهوات، لا من سلطة، لا من سطوة، ولا من أي شيء، وسيبقى حائرا في الأخير ويسقط محطما، سيسقط محطما، يقول لك قبض الريح، لم أفعل شيئا، طبعا لأنك لم تصل إلى الله. أما إن وصلت إلي فليت شعري ماذا فقد وماذا فاته. من وصل إلى الله ومن وجد الله لم يفوته شيء هذا، والله العظيم لم، بس أن تصل إلى الله حقا، أن تصل إلى الله حقا. لنا تكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.